اهلا بحضراتكم معانا في لقائنا الثاني والاخير في الحصاد، واللي هنخصصه عن موضوع مهم جدا كلنا يعني بنقدر جدا اللي بيربي ماشيه في البيت عنده، لو عنده راس او اثنين بيبقى سعيد جدا بيهم، بيبقوا زي افراد الاسره، بيعاملهم معامله كويسه علشان هم دول مصدر الخير بالنسبه له، سواء عن طريق منتجات الالبان او اللحوم اذا فكر ان هو يبيعهم. لما بتيجي ولادات بيبقى سعيد جدا بالولادات الجديده وبيحاول يحافظ عليها بصحه جيده. النهارده هنتكلم بشكل أساسي عن العجول، ونتكلم عن أبرز الأمراض اللي ممكن تصيبها، إزاي ممكن نعالجها ونتصدى ليها، إيه أسبابها، ده كله هنعرفه مع ضيفنا الدكتور عماد مختار أستاذ البكتيريولوجي بمعهد بحوث صحة الحيوان. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك دكتور عماد. أكيد في أمراض شائعة في الولادات الصغيرة أو العجول، أبرز هذه الأمراض إيه؟ هو عايز أقول لحضرتك قبل ما نتكلم على مشاكل العجول وأمراضها حديث الولادة بالذات، مشكلة العجل بالنسبة لي في التربية بتبتدي قبل ما يتولد من رعاية الأم الحامل، سواء كانت البقر أو الجاموسة. فترات الحمل في قواعد وأسس وبيزك لازم ناخد بالنا منها واحنا في التربية، أهمها أن لازم بيحصل للأم البقرة العشار اللي هي الحامل ديت حالة اسمها التكفيف قبل الولادة بشهرين ثلاثة. يعني إيه تكفيف؟ بمنع أن أنا أحلب اللبن بتاعها. الفترة دي بتستعيد صحتها، بتركز الفيتامينات والمينرالز والفيتامينز والبروتين في جسمها وفي الدم وفي الكوليسترول، في الكوليسترول اللي هو السرسوب اللي هيتولد اللي هيبتدي يفرز بعد الولادة، وبالتالي ده تأثيره غير مباشر على صحة الوليد أو الجنين اللي هيتولد، فبينزل بصحة كويسة، ما عندوش مشاكل مناعية، ما عندوش مشاكل صحية، وبالتالي فرصة استقباله للمرض أقل. يبقى برعايتي للأم بقدر أوصل ليه الجنين او العجل في حاله صحيه جميله وحاله صحيه سليمه. مجرد العجل بيتولد لازم يبقى عندي رؤيه لهذا العجل. اول حاجه في رعايه صحيه كامله ولا لا؟ والرعايه الصحيه ما اقصدش بيها الرعايه البيطريه كاشراف بيطري ودكتور وحد بيشوفه في وحدات او بيجي دكتور المزرعه يشوف الحيوان. لا، الرعايه الصحيه من جهه النظافه، من جهه العنابر كفائتها، وجود المياه والاعلاف، وجود مصادر المياه النظيفه في جوه المزرعه، المتابعه المستمره للكشف على الامراض على الاعلاف وعلى المياه وعلى الابقار الكبيره. هل انا عندي المكان المناسب، البنز او العنابر الصغيره للعجول الحديثه الولاده اللي هيتحط فيها اول فتره بعد الولاده برعايه صحيه نظيفه مترقمه، عندي اي دي لكل حيوان، شهاده صحيه لكل واحد، بتكلم طبعا على المزارع المنظمه الكبيره او الكبيره. بفرض حتى في التربيه المنزليه او في البيوت الفلاحين لازم يبقى عارف مكان نظيف، ابسط حاجه الفرشه بتتنظف بانتظام. مجرد ولادته، هنا النقطه المهمه، اخطر حاجه بعد الولاده مباشره لو ما اتقطعش بشكل صحي وامن وسليم الحبل السري هيعمل لي مشاكل غير عاديه، وممكن في خلال اسبوع 10 ايام الجنين او العجل يموت. طيب الطريقه دي بتبقى معروفه للناس اللي عندهم يعني ما عندهمش مزارع كبيره، وازاي بتتم في المزارع الكبيره؟ ايه الطرق العلميه الصحيحه يعني في ان احنا نفصل الجنين عن الام، او ان احنا نخلص الحبل السري اللي هو معادل للطفل الجنين عند الانسان يعني؟ مظبوط مظبوط. هو عشان الناس ما تتعبش وما تفكرش، ما ينفعش ما تبقاش من غير اشراف دكتور بيطري. فجست مجرد الولاده تمت بدكتور بيطري، هو هيقطع بشكل صحي، هيطهر مكانها كويس جدا، الغيار بانتظام، هتلاقي الحبل نشف والالتهاب مش موجود والحيوان بقى زي الفل. لكن لو سيبنا الارض ونزل على الفرشه في الارض، الارض مش نظيفه ومحدش قطع له الحبل بسرعه وحصل نزيف وحصل يبتدي يحصل له مشاكل، في خلال ممكن اقل من اسبوع ممكن يموت او ينفق العجل. لكن لو تحت اشراف واتقطع الحبل السوري بشكل صحي وامن خلصت من المشكله ديت، لانها بتمثل مشكله، لان ممكن نقول قليل، لا في عدد من الناس لو بيستسهل ان هو يولد عنده، انه عنده خبره وفلاح قديم واهمل شويه في العجل ده، ممكن موضوع التهاب الحبل السوري يعمل له مشكله. مشكلتين الكبار بقى اللي بعد دي لو عدت هي مشكله الاسهال ومشكله التهاب الرئوي. بس يعني هنا فعلا بنوه قبل ما ندخل بقى على الامراض دي ونشرحها، يعني حضرتك يعني المربين عارفين الكلام ده، لكن بالنسبه للجمهور العادي حتى وكاننا نقارن بين يعني الانسان والحيوان في هذا المجال، فاحنا بنتكلم عن احنا رعايه الام الحامل، فبنتكلم عن رعايه يعني البقره اللي هي عشار، بنتكلم عن النظافه بالنسبه للطفل الوليد وهكذا، على الحبل السوري الوليد وهكذا بالنسبه للحيوان، فقد ايه سبحان الله يعني التشابه والتقارب. دلوقتي احنا يعني عندنا مشكلتين رئيسيتين بقى كامراض حضرتك ذكرتهم بالنسبه للعجول، الالتهاب الرئوي والاسهال. نبتدي بالاسهال.
اسهال ممكن يبتدي من اول يوم بعد الولاده وله اسباب كتير. هنقسمها اسباب فسيولوجيه طبيعيه واسباب مرضيه. ممكن يكون بيسهل ومش عيان، مش مرض، ان الاسهال عرض. ففي الحاله ديت هو المرض العرض ده جه اسهال نتيجه تعرضه لشرب لبن بكميات مكثفه جدا بعد الولاده، او خد بربه برد جامده جدا، مطرت ومفيش كفر او شيلتر حوالين العنبر كويس يغطيه او يدفيه، فالتالي خد رطوبه عاليه جدا وبرد. الارض النومه والارض والارض في رطبه في الجو في الشتاء مش كويس، ابتدي يتعب، يبتدي يجيله اسهال. الاسهال ده مميز جدا عن المرض دي في حاله مهمه، انه مش هيبقى مصاحب حراره، مجرد اسهال وتري شويه مسفر وبياخد وقته يوم واثنين بالرعايه بالنظافه بشويه محاليل بخف من غير علاج. ده فيسيولوجي، اللي هو مجرد ان انا راجعت الظروف اللي عرضته ليها، ان انا امنعها. انما المرض بقى ده هتيجي نتيجه عدوى مرضيه، ومنها ميكروبات زي الايكولاي زي السالمونيلا، توفيل زي الكريبتوسبوريديوم، فيروس زي الكورونا والروتا. الحاجات دي هي اساس اول 10 ايام لو حميت العجل في الفتره دي من الميكروبات ديت بيعدي باص لغايه ما اقدر بعد كده ادخله بقى تسمين وكده وانا مطمن. ازاي بينتقلوا الحاجات دي؟ يعني ازاي بيصاب بهذه العدوى البكتيريه؟ مصادر العدوى جوه المزرعه متشعبه قوي. ممكن صاحب المزرعه نفسه يكون اسباب هو مش واخد باله منها. بمعنى لو انا بمجرد بعد الولاده ومراعاه العجل اللي عندي كويس ورعايه صحيه وسليمه، اول حاجه لازم ادي الكوليسترول. الكوليسترول ده الكوليسترام اللي هو السرسوب مهم جدا بعد الولاده مباشره. في خلال 6 ساعات لازم يكون ياخده، بياخده 3 4 مرات يوميا بمعدل 10% من وزنه. ده بيدي له حمايه غير عاديه مناعيه ضد اي مرض اتعرض له اثناء الفتره دي. لان بمشابه زي ما سعادتك حضرتك قلتي المقارنه بالانسان، في حاجه في الانسان اسمها الماترنال اميونيتي، اللي هي المناعه اللي بتنقلها الام اثناء الحمل من خلال الحبل السري، يعدي للجنين، ينزل الجنين البشري البني ادم الطفل الصغير عنده مناعه ضد ميكروبات كتير جدا خدها من امه اثناء الحمل. ده مش موجود في الحيوان. الحيوان ما بتعديش الاجسام المناعيه من الام خلال الحبل السري للجنين وهو جوه بطن امه. فما لوش مصدر تاني ياخد مناعه تصد الامراض ديت الا من خلال السرسوب بتاعه. فلو انا اهملت في اعطائه يبقى انا موت العجل، يبقى انا انفق وانا مش هقدر الحقه. اول حاجه السرسوب بنسبته بكمياته مش كتير طبعا زياده عن اللزوم، زي ما قلنا 10% 4 مرات في اليوم لغايه 4 ايام 5 ايام، وبعدين بيبتدي يخش بعد كده في نظام التغذيه العادي بتاعه اللي بيبقى حاطه دكتور، حاطه الوحده البيطريه، نظام معروف. لكن الفتره الاولانيه مهم جدا ياخد السرسوب في مواعيده. يعني الموضوع المرض ده او الاسهال ده له علاقه بنظافه العنابر برضو ولا؟ مظبوط مظبوط. وله علاقه بقى من ضمن الاسباب بقى اللي دخلت العدوى. لو انا راعيت الكلام ده كله وفجاه برضو ان عندي اسهال في عجل جالي او حاجه. من اخطر المشاكل مشاكل الشراء العجول من الاسواق. يبقى انا عندي مزرعه وتعبان ومنظمها وفي رعايه صحيه كويسه جدا، وانزل اشتري عجلين ثلاثه في موسم الاسعار كويسه، وعندي عجلين فرصه اجيبهم، ما بكشفش ما بفحصش، باخدهم واروح مدخلهم على العنبر. هي دي الكارثه، لانه بيخش بمشاكله المرضيه اللي حامله من المرض ما اعرفش جاي منين اصلا. دي حاجه. لو انا منعت الشراء العشوائي، ولازم اي اسواق، ودي نقطه مهمه لازم فيها توصيه ولازم يبقى لها دور، ان ما فيش اسواق تبيع وشراء بدون رعايه بيطريه. ان الحيوانات اللي بتتباع دي الناس تشوفها، ان ممكن يتكلم في عجل عنده ميكروب دخل بعمل وكان لسه في فتره الحضانه عمل اسهال او سهل بعد ما دخل المزرعه وعدل اللي حواليه. لا، ده ممكن اشتري عجل كبير شويه او بقره اكبر شويه وادخلها المزرعه يكون عندها بروسيل، عندها سل كده، انا دمرت المزرعه من غير ما اقصد. فحته الاسواق دي في منتهى الخطوره، الشراء داخل الأسواق. من ضمن الناس اللي ممكن تعمل لي مشكله هم الدكتور والعمال. لو الدكتور جاي من مزرعه فيها مشاكل مرضيه وما دخلش بشكل صحي وخد اشتراطات امان حيوي، انه لابس بلطو كويس، لابس اوفر شوز، لابس اوفر هيد، جوانتي وهو بيشتغل، ممكن يكون كان في حاله مرضيه ويجي ينقل المرض للمكان الجديد. او عامل بيرعى مزرعه وراح يشتغل في مزرعه وجي اخر النهار راح مزرعه ثانيه بينظف حوالين العجول الجديده، وهو جه نقل برجله من الجزمه اللي في رجله او في ايده مش غير جوانتي ميكروبات من مزرعه تانية دخلها المزرعه. فدي بيسميها تحت عنوان اسمه الفيزيتورز، الزوار دول منهم الدكاتره او العمال او الاتندنس
او العمال اللي هو اليوميه، انا محتاج النهارده يومين، شوف الاثنين عندك في اي حته، يخشوا يعملوا لي مصلحه ويمشوا، يساعدوني في اكل، في علف، في رعايه حيوانات، نظافه، يجيب لي مشاكل، لان هل اللي دخلوا دول معاهم شهاده صحيه ولا لا؟ فحصه الفيزيتور دي بيتحط تحتها خط، الناس دي داخله منين؟ في اشتراطات وفي دخولهم ولا لا؟ لابسين ملابس الامان الحيوي كامله، الاجراءات بتتاخد، جوانتي، ماسك على بقه، بحيث احمي كاني بحمي الجنين اللي عندي اللي لسه مولود بيبي. مش هدخل عليه اي ناس ويمسكوه ويلعبوا بيه اكيد بعيد من بعيد محدش يلبي. نفس الفكره. طيب يعني اذا حضرتك قلت ان ممكن الاسهال ده يكون عرض لمرض. مظبوط. هو عاده بيكون عرض لامراض زي ايه؟ حضرتك ذكرت الايكولاي. من ضمن اشهرها في العجول حديثه الولاده، لاول اسبوع من الولاده الايكولاي. وبعد اسبوعين ثلاثه بتبتدي السالمونيلا ممكن تظهر. ده ما بينتقلش من الام للعجول؟ ممكن من خلال اللبن. ينزل في اللبن ويبتدي اللبن لو ما بفحصوش، وده بيخش في اطار فحص الام واوضه الحليب واللبن نفسه والميه، كل الحاجات دي لو بتتراعى يبقى ضمنت انه ما يتنقلوش، لان في حاجه عنوان من ضمن الميكروبات خطير جدا ومنهم الايكولاي اسمه ووتر بورن ديزيز. ووتر بورن باثوجنز، يعني الميكروبات دي بتتنقل من خلال الميه، منها الايكولاي، فممكن برضو العجل يشرب الميه وتجيله ميكروب، او من اللبن من الام لو اللبن اتعادت الام جالها التهاب درع ما اتعالجتش كويس والعجل بيرضع هيتنقل له. وبالتالي حضرتك كلمتنا عن صحه الام وعن يعني نظافه العنابر. مزبوط. عن ان احنا نعزل الحيوانات القادمه من الاسواق، ان احنا نعمل اجراءات امان حيوي بالنسبه للزوار. مزبوط. ده يعني زي ما نقول اجراءات امان حيوي بوجه عام للوقاية. اذا حدث الاسهال ازاي ممكن نتصدى له؟ لازم الف ب في اي كشف عن اي مرض ومحاصرته وقضاء عليه بدري بدري، الايرلي ديتكشنز او الكشف السريع، ما استناش لما الحاله تتدهور، لان ممكن التدهور يبقى سريع جدا، بمعنى انه سهل النهارده بكره بعد يومين الاقيه ريكومبند برغط في الارض ونفق، ابتدي حتى يخش في مرحله جفاف، اسهال وتري شديد جدا، العينين سينكينج جوه، تبتدي الجلد بيبقى لوز خالص، يبتدي مش قادر يقف على رجله، ويك يقع على الارض، ثاني يوم يموت. لا انا مجرد ان انا بلاحظ ان في تغيير في البراز، تغيير انه بدا ياخد جنب، بدا ابتدي الحقه اعزله، الف ب اعزله الاول، ابتدي اخد عينه افحللها قبل العينه، ما ممكن العينه تقعد يوم اثنين ثلاثه وتجيلي النتيجه عشان اعرف ده فيروس ولا بكتيريا ولا ايه السبب اللي عمل الاسهال. التشخيص المعملي مهم جدا، لغايه ما نتيجه المعمل تظهر ببتدي اتعامل الرعايه اللي قلت عليه، اللي هو الفرشه النظيفه، ابتدي اديله فيتامين اي عشان تست الامعاء وكفاءتها، ابتدي اديله المخفض للحراره، ان لازم يبقى فيه هنا حرارات بقى مع الحالات المرضيه، حرارات عاليه، لازم ممكن فيه مضادات للمغص. الفتره العلاج الاولاني ده مهم جدا لحين ما تطلع نتيجه التحليل المعملي. جاست مجرد ان نتيجه التحليل المعملي طلعت ده بكتيريا، يبقى لازم ابتدي اتعامل معاها بالمضادات الحيويه المناسبه، واختار المضاد الحيوي المناسب. وهنا في نقطه خطيره جدا في منتهى الاهميه. المعمل بيقول لي المضاد الحيوي بتاع الايكولاي المضاد الفلاني. انا لو رحت معمل غير بيطري، وناس بتستسهل ان انا ممكن اودي له عينه يعمل لي التحليل سهله، بس لازم ننسى ما ننساش حاجه، ان المضادات الحيويه اللي في المعامل البشري للبشري، فمش هيستعمل مضادات حيويه بتاعه البيطري، وبالتالي مش هيدخلها في الاختبار، وبالتالي مش هتطلع معاه في النتيجه. ولو انت رحت تجيب ادويه بشري عشان تستعملها له، ممكن ما تاثرش على الميكروب ده في الحيوان، فبالتالي انت لازم تعمل معامل بيطريه كتيره جدا. ونمره اتنين، انك لما تختار الدواء يسموه الدراج اوف تشويس، الدراج ده مهم جدا، لازم استعمله صح. يعني ايه صح؟ يعني ثلاث حاجات في منتهى الاهميه. الجرعه المناسبه، الجرعه بتقول لي 2 سم، ما ينفعش يبقى سنتي ونص عشان اوفر، اصل عندي عدد وعايز اكفيهم، فايه نخلي سنتي ونص بلاش 2 سم، ما ينفعش. الانستراكشن بتاع الشركه بيقول كل 8 ساعات، ما ينفعش انا عشان اوفر اعملها كل 12 ساعه، يبقى الانترفال ثابته. اخر حاجه الانكمبليت كورس، ومعظمنا حتى الهيومن بنقع في هذه المشكله، يوم اتنين خفيت بركن الدواء، ده انكمبليت، ده بيدخلني في متاهه كلنا كبشر دلوقتي بنتعامل في العالم كله بيتعرض ليها، اللي هي المالتي دراج ريزيستنت سترين، يعني ميكروبات في كل بتسبب امراض كتيره جدا، عندها مناعه ضد كل المضادات اللي في السوق. الدكتور بتروح الدكتور في ميكروب معين دلوقتي بتوع السل في الهيومن مش عارف يعالج بحاجه، في حاجه اسمها الفيرست لاين والسكند لاين والثيرد لاين في التريتمنت، بقى كله عامل ريزيستنس،
نتيجه سوء استعمال الانتيبيوتكس او عدم استكمال الكورس بالمطره الفتره المناسبه او السليمه او الجرعه المناسبه. كل دي بتدخلني في متاهه بعد كده مش هلاقي حاجه عليك بيها. فدي مشكله كبيره هتقابلنا كلنا قدام. طيب مدى انتشار الامراض الاسهال في العجول؟ يعني هي حاجه منتشره علامه يعني في مزارعنا او واكمل دايما حضرتك بالرعايه الصحيه، لو مفيش نظافه كويس هلاقي القصه بدات تنتشر بكتير. في رعايه هتبقى في حاجات قليله وممكن بسهوله لان السيستم موجود، الرعايه موجوده، النظافه موجوده، هتلاقي ريليف وخف وبقى زي الفل. انما لو النظافه مش متوفره، العامل النهارده ما جاش، النظافه الروس تتركن لبكره، على ما يجي بعد بكره يكون ان كل الروس والبراز اللي تحت ده مليان باثوجنز ومليان مشاكل مرضيه كتير، ما كانش النهارده ما كانش للحيوان ده هيبقى للتاني. دي نقطه مهمه جدا. فبالتالي تجميع الويست دي بتاعت الحيوانات المخلفات كل فتره كل يوم لازم تتشال من تحته، كاني بنضف لبيبي في البيت. فمش هقدر عشان اصل ده حيوان خليه نايم في القرف دوت وفي التلوث وفي لا لا، النظافه دي كل ما شلتها باستمرار يوميا كل ما امنت صحه الحيوان. ده بالنسبه للاسهال. نروح للالتهاب الرئوي، وحضرتك بتقول ان هو المشكله الكبيره الثانيه اللي ممكن تواجه العقول. مشكله مهمه والتغيرات الجويه بتاثر معاه، وبالتالي بتبقى بريديسبوزنج او بتجهزه لانه ممكن اتاك اي ميكروب او يجي له المرض ميكروب بسبب ويعمل له مشكله مرضيه، ممكن يخش فيه التهاب رئوي شديد مش مجرد اعراض تنفسيه خفيفه او نزل ديستشارج زي ما بيقولوا او افرازات، لا لا لا، بيخش بعد كده في حاله التهاب رئوي وممكن يموت. لان برضه هندخله، لان ما بحبش برضه حته انه يبتدي استنى الحاله تبقى شديده او تبتدي ادي مضادات بشكل مكثف. ففي الاول انت ممكن تلحقه بشكل بسيط زي ما قلنا اللي هو الكشف السريع المبكر، جاست اني لقيت مجرد اعراض بسيطه بلحق اعزل، ابص اشوف الحراره، في افراز، مفيش. العين المتابعه دي هتوفر كتير لتحميل من سواء الالتهاب الرئوي او من الاسهال، بسرعه بقدر اتابع الحاله واقدر ادخل الحيوان في حاله سليمه صحيه. طيب ايه اعراض الالتهاب الرئوي؟ هيتراوح ما بين النيزل ديسشارج، الكافينج، برضه الويكنس ريكامباند مش قادر، الضعف العام طبعا لازم يقف ما يقدرش ياكل، توقف عن الطعام، وحرارات طبعا وتتراوح ما بين مثلا نص درجه درجه، ممكن يزيد درجتين ودرجتين ونص، وبالتالي يخش بقى الفيفرش دي هيبتدي ريكامباند ويقع، وبالتالي يتدخل بقى بانتي بايريتك حاجات مضاده للحراره مع مضادات حيويه مع مضادات للكافي انتي كافي يعني حاجات للكحه وللسعال والبلغم اللي هيتكون، فدخلته في خمس ست ادويه وهو ما يستحملش. فبالتالي كل ما لحقت بدري كل ما بدخلوش في العلاج المكثف الشديد. نقدر يعني نقدر نلاحظ انه في بدايات التهاب رئوي بالظبط مثلا من نزل زيت شارج اول حاجه، وانه يبقى لوحده كحه ناشفه في الاول، شويه بتبقى مويس، شويه بتبقى لغايه ابتدي احس ان هنا في عندي مشكله، بلس ان انا عندي ان ممكن العايز في ده جه بعد يومين ثلاثه مطر والعنابر ما كانتش متغطيه كويس، الشبابيك مفتحه، خد برد، المطر خلى التربه والارضيه تحت الحيوان ماضي او طينه، بالتالي لازم هيجي له تعب في صدره. بيبقى في علامات ان هو ده يعني التهاب رئوي الى جانب مزبوط. يعني الافرازات الانفيه او كده، بيبقى في برد شديد او التهويه بتكون زياده في المزرعه. مظبوط بالظبط بالظبط. ايه التهويه المثاليه للعجول او يعني الشروط الحراريه مثلا الواجب توفرها في المزرعه علشان يعني نامن لهم جو معقول؟ هو مع جونا فتره الامطار والبرد قليله مش كتير، ففتره الصيف بيركز كله، فكله بيجيب مراوح ويجيب تلطيف للجو في عشان الحرارات الشديده والجو والشمس. ما بنهمل شويه لما بيجي الشتاء ويبتدوا يشيلوا عشان يطلع الريحه، لان ما فيش تجميع مباشر ومستمر للروس اللي في المعنابر، فبتدي يجيب كشفطات كتير. كل الكم ده بيبقى اوفر فنتيليشن، تهويه شديده زياده عن اللزوم، وبالتالي بتجيب له تعب صدر. فهي الشكل البسيط مش بكتره ومش بقلته، يعني لم درمنا على الريحه لان الريحه الشديده جوه العنبر لو ما طلعتش بشكل شفاطات او شبابيك او متفتحه مع العنبر كويس هتعمل لي مشاكل للعجول برضه، لكن برضه التهويه الشديده عامل لي مشكله، مش بكتر الشفاطات، مش بكتر التكييف يركب في عنبر للعجول الصغيره عشان يحافظ عليها، لا ممكن اعمل له مشاكل، لكن هو جاست الهواء اللطيف اللي جوه المعنبر اللي يقدر يستعمله اي شخص هو ده اللي انا بوفره له بشكل بسيط يعني. يعني احنا كده اتكلمنا عن المشاكل الرئيسيه بالنسبه للعجول، لكن كل الحاجات دي زي ما حضرتك بتقول كده ان الوقايه فيها كانت مهمه جدا وهي الاساس. وده بيرجعنا لمفهوم الامان الحيوي برضو.
فنقدر نتكلم عنه شويه وندي فكره للناس عن ضروره توفره في المزارع، سواء بالنسبه لل يعني الابقار والجاموس او بالنسبه للعجول الصغيره. على مختلف الاعمار. مظبوط. اشتراطات الامان الحيوي ما بقتش رفاهيه في اي عن مزرعه. بقت ليجل، بقت قانون، وبقت اوبلوجات اللي لازم تتطبق. بدايه من البوابه بتاعت المزرعه لغايه العنابر. لان لو تخيلنا حضرتك ان لو في صيدليه في اي مزرعه بيستعمل فيها الادويه واللقاحات وكده، في كل يوم او كل اسبوع بتيجي عربيه بتدخل له الادويه بتاعته، وفي عربيه تانية بتدخل الاعلاف، وفي عربيه تانية هتدخل المضادات الحيويه او لقاحات جديده. لو العربيه دي داخله من المزرعه 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 المزرعه، هي بتنقل وباء طول ما هي ماشيه. فسهله جدا، انا ما اعرفش هو جاي منين اصلا، حتى لو الدكتور اللي في المزرعه دي هو اللي في المزرعه اللي قبلها وعارف انها نظيفه وزي الفل. ابسط حاجه ان انا بعمل حوض مطهر في مدخل المزرعه. التراكس اللي داخله والويلز عجل بتاعها بينزل جوه المطهر، يتطهر، تخش جوه تدخل حاجتها وتخرج. انا اطمن ما قلقتش من المكان اللي جاي. ده فيما يخص العربيات او اللي بتخش. نمره اتنين الزوار، ودي نقطه مهمه جدا. الكوتس اللي بيلبسه الدكتور مش 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 للزينه، هو بيلبسه عشان بيحمي نفسه وبيحمي لو راح مكان تاني، بيقلع البلطو يلبس بلطو تاني ديسبوزابل في المكان ده لعنبر تاني. ممكن يتنقل من عنبر لعنبر لو في حالات مرضيه، يغير البلطو نفسه، يغير الجلافز اللي بيلبسها، الاوفر شوز اللي بيحطه على رجله عشان ما ينقلش عدوى من مكان لمكان. تبقوا انت استعماله مطهرات الامن على فترات منتظمه جوه المزرعه، تطهير، متابعه فحص الميه والاعلاف، متابعه الشهادات الصحيه للعمال اللي شغالين. هل العمال دول عنده شهاده صحيه ولا عنده مرض مزمن وانا ما اعرفش؟ ممكن واحد من اللي شغالين دول بسيط ولو عنده سل، ده بيعمل لي مشكله جوه المزرعه. يبقى انا معايا شهادات صحيه للعمال كلها اللي في المزرعه، وبالتالي العمال دي انا مشتغل وهم مطمن ان هم مش مصدر عدوى ليا. فمفهوم البسيط هو لو دخل عند اي حد، ده فكر التامان الحيوي، فكر قبل ما يبقى تطبيق، عنده فكره فاهم عايز يعمل ايه، بابسط الامكانيات هيوفر الشروط الصحيه دي في كل المزرعه. حضرتك كلمتني في البدايه خالص ذكرت مفهوم الترقيم حتى بالنسبه للامهات، فده مفهوم الدوله دلوقتي بتحاول تتجه ليه، واحنا بنتكلم عن مشروع البتلو وعن ان احنا نقرض الناس يعني علشان يشتروا عجول وجاموس وغيره ويربوه. فكره الترقيم واهميتها ايه؟ لان ناس كتيره قوي ما بتبقاش مهتمه بده او ما بتحبش تعرف يعني السلطات هي عندها قد ايه او غيره، خوفا ربما من الحسد عند البعض او من انهم ياخدوا منهم اي ضرائب او غيره، يبقى في افكار يعني. فاهميه الترقيم ايه؟ مشروع الترقيم، وده بدات نهجته الهيئه من فتره وشغاله فيه، بس بترجع عوائق يوقفوا ويرجع يشتغلوا فيه تاني. نقله حضاريه كبيره جدا. ان يبقى عندي ملف لكل حيوان، عندي ليه رقم، ايه الفاكسينات واللقاحات اللي خدها، حالته المرضيه، تاريخ الولاده، مين الام مين الاب. التاريخ ده ان هينفعك يعني كده المربي البسيط حتى انه يجيب حقه لما عايز تعويض من الرقم ده، هو ده الرقم بتاع الحيوان بتاعي لما نفق او مات، هروح الهيئه انا عندي الرقم الفلاني، بالرقم ده انا ممكن اصرف تعويضي، هاخد فلوسي، ممكن اقدر بعد انتظم بعد فترات اروح اجيب اللقاحات بتاعتي مجانا، وفي لقاحات بتبقى مجانيه كلها من الهيئه بتصرفها الوحدات ببلاش. يبقى انا مش هقدر من دون الرقم ده اخد حقي، ولا ليه يبقى حق في رعايه صحيه، ولا لو حصل نفوق اخد التعويض بتاعي، ولا اخد اي خدمات. فبالتالي انا بديك الخدمات، وفي نفس الوقت هتنقلنا نقله بان انا يبقى عندي تصور كامل حقيقي لتعداد الثروه الحيوانيه وانواعها وتنوعها وتشعبها وتوزيعها الجغرافي. وبالتالي بتنقلني لنقطه ثانيه، ان لما اجي اعمل مسح لاي مرض الارقام دي هتخدمني. الارقام دي مين فحص ومين ما تفحصش انا مش عارف، لكن اللي مترقم واتفحص وعندي نتائجه، هاجي في يوم من الايام انا اقول انا عملت مسح المرض الريفت فالي او الحمى او سوري الحمى القلاعيه او السل او البروسيلا بناء على اختبارات معمليه، كويس. هقدر اشتغل بدون ارقام ازاي؟ كل محافظه فيها كم مليون، ده في ربع مليون، ده في 100,000، اتفحص قد ايه وقد ايه لسه. فموضوع الترقيم ده موضوع مهم جدا جدا جدا. والحقيقه انه يعني برضو الترقيم ده يمكن موجود في المزارع، لكن بالنسبه للتربيه المنزليه محتاجين اكتر طبعًا. يعني يدي ثقه شويه في الهيئه وفي الوحدات ويحس ان هم في ظهره المربي، احنا مش ضده، بالعكس هيبقى ده مصلحته قبل. انا بشكر وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا دكتور عماد مختار استاذ البكتريولوجي بمعهد بحوث في صحه الحيوان، شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم، اشكرك.
شكرا جزيلا اعزائنا المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى، الى اللقاء.